مساء الخير متابعين مصر في كل مكان، معاكم النهارده في لايف جديد من محافظة مرسى مطروح. معانا النهارده منال. منال هي اصغر واشهر صنايع عربيات في محافظة مطروح كلها. منال شغالة من وهي عندها 7 سنين، وبالرغم من انها شغلانة صعبة جدا الا انها بتحبها ومتقدرش تعدي يوم من غير ما تنزل الورشة. هي شغالة مع والدها، هي دلوقتي هتحكي لنا حكايتها وبدأت امتى وبتعمل ايه بالظبط. الحمد لله. قولنا بقى انت عندك كام سنه؟ 16. ماشي 16. شغاله من وانت عندك قد ايه؟ 7 سنين. طب قولنا بقى بدات شغل من امتى؟ كان عندك شويه. انا عندي 7 سنين. تمام. كنت بنزل ورشه الاول. تمام. كنت بقول ما اعرفش اي حاجه عن الصناعه دي. بدات واحده واحده اللي انا اتعلمها، واحده واحده بدات اللي انا اكون شاطره فيها. بس اشمعنى بقى الشغلانه دي؟ عادي، انا حبيتها في الاول ما كنتش اعرف عنها اي حاجه. تمام. وبعدين طبعا واحده واحده بدات اللي هو انا احبها. تمام. بس الاول ما كنتش اعرف عنها اي حاجه، بعدين واحده واحده ابويا بدا يعلمني فيها، وبعدين واحده واحده بدات اللي انا اتعلمها واكون شاطره فيها واكون حاجه كويسه فيها. انت اللي كنتي حابه الشغلانه ولا والدك اللي نزلت معاكي؟ لا، انا اللي كنت انا اللي في الاول نزلت لوحدي، وما كانش غاصبني على حاجه، ولحد الان هو مش غاصبني وقال لي سيبيها، بس انا اللي حباها وماشيه فيها مكمله فيها. ايوه انا اللي حابه الناس. طب قولي لي بقى، ايام الدراسه الشغل ما كانش بيأثر على دراستك؟ لا طبعا، انا لو عندي طبعا مفيش، مش بيأثر على دراستي خالص. لو انا مثلا عندي درس الصبح بنزل الدرس وباجي ارجع الشغل تاني، لو انا مثلا عندي درس اثناء وقت الشغل بخلص شغلي وبستاذن من بابا في نص الشغل واقول له بابا انا عندي درس. تمام. وبنزل الدرس بتاعي لو انا عندي درس. تمام. بس هو متأثرش على اي حاجه معايا، فمذاكره بذاكر، دروس بنزل دروس، ما فيش حاجه بتأثر فيها معايا خالص. قولي لنا بقى، يعني الشغل كتير ومخلص كام مثلا؟ طبعا ميعاد الشغل بالتخليص ده ما لناش ميعاد فيه طبعا، لاني على حسب الشغل. في اوقات ممكن مثلا نقفل بعد الظهر او نقفل قبل الظهر، فاوقات بنقفل مثلا قبل المغرب على المغرب، على حسب الشغل. يعني على طبعًا حسب الشغل بتنزلي او لا؟ على طبعا انا ليه ميعاد بفتح فيه بكتير قوي، يوم الاخر بفتح الساعه 9. كل يوم بنفتح الساعه 9. يعني صعبه تكلمي صغير ان انت تشتغليها؟ طول ما الواحد اللي هو حابب حاجه عمرها ما بتكون صعبه عليه، ولو هي صعبه بيفضل يحاول فيها لحد ما يكون فيها حاجه كويسه بالراحه. طب قولي لي بقى، احكي لي اي موقف عدى عليكي. موقف زي ايه؟ انا في الاول طبعا ما كنتش اعرف اي حاجه. تمام. واول حاجه طبعا في الاول كنت بخاف من اللمبه، وكنت بخاف ان انا امسك اللمبه واشتغل وكده. بس انا حاليا ما عادش بخاف منها طبعا، وبقيت انا اللي بشتغل بيها. في الاول طبعا كنت صغيره وكنت بخاف منها وكده، واتعرضت وبابا حصل معاه كذا موقف اتحرق من اللمبه، فانا كنت بخاف منها. بس حاليا دلوقتي لا، مش بخاف منها خالص. حصل لك اي اصابات او اي حاجه قبل كده الشغل؟ لا طبعا، بس اثناء الشغل يعني ممكن مثلا لحمنا حاجه ونسينا كده فامسكها وهي سخنه كده. طب قولي لي بقى، يعني لو مثلا في يوم والدك مشغول وما قدرش ينزل معاكي الورشة، انت ممكن تقومي ايوه انا بقوم، بابا بيسافر بيسيبني في الورشة. بابا بيسافر وبيسيبني في الورشة لوحدي، بنزل اشتغل عادي ما فيش معايا اي حاجة. يعني لما بيسيبك تقومي بدور ودوري؟ بقوم بدوري ودوره. ايوه. طب قولي لي بقى، اكيد في التليفون كنت فضلت اول ما بدأتي شغل؟
ايوه طبعا كنت بواجه الناس كتير كانت بتقول لي كلام سلبي، زي ايه بقى؟ زي مثلا انت بنت ما ينفعش تكوني في المكان دوت، البنت ليها بيتها، ما ينفعش ان انت تكوني كده. تمام، تمام، اللي هو ما ينفعش ان انا اكون في الورشة وكده، لازم ان انا اكون قاعدة في البيت وكده. بس طبعا كلامهم ما كانش بيفرق معايا. طبعا عادي، انا حابة المهنة، وفي ناس كتير كانت بتقولي كلام سلبي، فما كنتش باخد. ما انا بقوله تمام ماشي، ما بديهاش اي عائد نافع، لان هي كلامها اصلا ما لهوش هدف من كلامها. في ناس طبعا كانت العكس، كانت تيجي تقول لي ما شاء الله عليكي، بتقول كلام سلبي. ناس بتشجعك، مين كان بيشجعك؟ طبعا اخت صفاء ومروة، تمام، وبابا ومستر احمد ابو المجد طبعا، ومس هبه، تمام، ومس الهام سعد، وكان في مستر مدرسين في اعدادي، مستر رياضه، تمام، بدون ذكر اسمائه، كان بيقول لي ان انا مش هنفع، مش عمري ما هطلع اصلا حاجه كويسه. بس انا حاليا عايزه اقول لك ان انا دلوقتي بقيت الحمد لله حاجه كويسه. وعايزه اقول لاي حد كان بيقول لي ان انا عمري ما هوصل ولا عمري هكون حاجه كويسه، انا بقيت حاجه كويسه، ولسه فيما بعد ان شاء الله هبقى حاجه كويسه. بس وعايزه اشكر كل حد بيشجعني، وعايزه اشكر مستر احمد ابو المجد، بجد شكرا شكرا لحضرتك. وعايزه اشكر جنى صاحبتي طبعا، اللي هي دايما معايا في المواقف ديت، ودايما هي كانت بتشجعني، وانا تعرضت لمواقف سلبي كتير، وكنت دايما مش دايما بستسلم، بس كان في موقف كده بيجي معايا كنت استسلم. بس جنى طبعا كانت بتقول ما ينفعش اللي احنا نستسلم، لازم نكمل في اللي احنا فيه. اسمها جنى محمد عبد الحميد، انا عايزه اشكرها. والنهارده عيد ميلادها، حابه اقول لها كل سنه وانتي طيبه، ويا رب نفضل مع بعض دايما ونفضل صحاب. وغيداء برضو، بصراحه انت غيداء حد كويس جدا، وانا مبسوطه جدا بمعرفتك، وبجد شكرا على تشجيعك ليا برضو. انا لسه في كليه هندسه ان شاء الله. في سنه كام دلوقتي؟ انا رايحه اولى ثانوي ان شاء الله. داخله اولى ثانوي؟ ايوه ان شاء الله. لسه في كليه هندسه؟ ايوه. في ميكانيكا؟ ايوه قسم ميكانيكا ان شاء الله. طب ناويه بقى تعملي ايه عشان انت داخله على ثانويه عامه ومذاكره كتير والشغل؟ طبعا الورشه ديت، انا الورشه دي مش بتاثر معايا في اي حاجه خالص نهائي. الورشة دي عبارة عن حاجة أنا فخورة بنفسي بيها. الورشة دي في ناس كتير كتير جدا بتحترمني، طبعا من أول حاجة من أسلوبي ومعاملتي مع الناس، وتاني حاجة في ناس شايفة إن أنا مهنتي ديت لازم يكون فيها ولد، وناس بتحترمني بسبب إن أنا بشتغل مع بابا وكده، وناس كتير بتشجعني. بس أنا بجد أنا عمري ما بصيت للورشة دي نظرة إن هي في مرة منقصاني حاجة وأنا ناقصة قدام صحابي. دايما أنا بفتخر بالورشة، وأي حد أنا بفتخر بالورشة بيها. يعني الورشه دي انا بحبها جدا. وطبعا الدراسه ما بتاثرش معايا خالص، لو انا مثلا عندي درس اثناء وقت الشغل بستاذن من بابا وبنزل الدرس، تمام. بس ولو انا مثلا عندي درس الصبح بنزل الدرس بستاذن منه برضه قبل ما اروح الدرس، وبروح الدرس لما اجي بكلمه اقول له انا انزل الشغل. بس يعني مش بيقلق شويه ان انت ممكن تقولي حاجه؟ طبعا اتعرضت للموقف دوت، بس مره واحده اللي اتعرضت له الموقف دوت. بس طبعا نستعد. طب عيد العيد من عندك انت، بس السماعه دي مش هتنفع بقى. عادي مش هتاثر معاك. هتصورك وانت بتطلع الفنان. بس عشان هبقى مشهور. هبقى مشهورة. مش دعوة انا. النص ده تاتس ولا سيبر سيبر خبط يا بارد خبط انت اللي هتلحم يا اسطى يا اسطى. هي دلوقتي نزلت تعمل حد تعمل شغل دلوقتي. عايزه تيجي مننا؟ مش عايزه تيجي مننا.
دلوقتي معانا وائل الملاهي. اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. كلمنا بقى شويه عن منال وعن الشغل واول ما بدات. والله منال كويسه، هي حابه الصنعه وبدات معايا، معيش عايز معيش عيال طبعا، معايا بنات، وهي حبت الشغل واشتغلت معايا، شافت الشغل حبتني. يعني حضرتك ما قلتلهاش تعالي تشتغلي معايا؟ لا 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 لا، هي اللي حبتها بتنزل لوحدها يعني. وحتى بكرشها بلاقيها نايمه وفي وسط المواسير ونص الحاجات حبيبي، عشان حابه الشغلانه، حابه الشغلانه. طب انت كنت شايف ان هي ممكن تبقى خطر عليها شويه؟ لا مش خطر، تعلم التجاره وتعلم الصنعه وتعلم الشغل عادي، مش عيب، مش مشاكل. طب لما حد بقى بيجي يلاقيها بنت كده؟ لا 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 عادي، هو له شغل وهي لها فلوس، يعني تاخد فلوسها، تاخد فلوسها وتعامل زي ما بعت العلبه قدامي، بعتها ب 250، خد راح لف عايز يركبها بره مش عارف غاليين، بيركبها عندي. وحضرتك كنت موافق من اول ان هي تنزل معاك ولا كان عندك مشكله في الموضوع؟ لا لا تنزل معايا عادي، ما فيش مشاكل يعني، انت عايز مين اللي هي بعد ربنا السند بتاعي هو ده. طب لما تبقى مش موجود بتجيب مثلا بضاعه؟ هي هي اللي بتشتغل وتقوم كل حاجه، بتقوم بالبضاعه عادي، ما فيش مشاكل، عندي مخزن تاني بتجيب منه وتركب، ما فيش مشاكل، خلصت البضاعه بنروح لها الاسكندريه مره مره، اخدها معايا برضه اسكندريه تاخدها معاك اوقات وتركب البضاعه. اه عادي. طب كان في بقى صعوبه في الاول ان هي تتعلم بقى وتعرف اسماء الحاجات اللي بتحطها؟ لا عارفه، عارفه كل الحاجه اللي في الورشه كلها يعني، بتاع 400,000 عارفه البضاعه كلها وعارفه اسعارها وعارفه كل حاجه، اسعارها وكله شاري وبيع. يعني حضرتك قلت اي مكان بتعتمد عليها؟ بعتمد عليها، اتكل على الله وعلى يعني. اه ما بلاش. طب الشغل بقى مش بيأثر على دراستها؟ لا لا، هي لما تدرس كويس بالليل انت ما تدرس مع نفسها كويس. فبيخليك وقت بقى لما تعلمت الشغل ده ولا؟ لا هوايه واخدها هوايه، هي الواحد لما يحب شغلانه بيتعلمها يعني. بتحب شغلانة؟ بتحب شغلانة خلاص الواحد هواية بتحب ها؟ هي أصلا حابة الشغلانة. حابة الشغلانة زي ما أنتم شايفة. أدي علبة الجكمان شالتها. هي ما شاء الله عليها. فين العلبة؟ هات العلبة من اللي أنت خلعتيها وخذتها. حطيها هنا. بس خذ الجديدة. خذ الجديدة. نشوف وش هالبنات. ماشي. خليك سمين. هي بشغلة زي ما انت شايفة، هي دي العلبة القديمة ودي العلبة الجديدة اللي هي بتركبني، وكويس شغالة الحمد لله. بس بقى بقيت هنا عارفاها كلها. اه عارفاها عادي، ما فيش مشاكل، بتتعامل زي ولا صح، ما فيش مشاكل. لا لا لا، عشان لابسة طاقية وبتاع، فكرة طبعا عندنا قليل البنات بيشتغلوا، بالنسبة احنا عرب ما فيش الحاجات دي عندنا، ما فيش الحاجات دي، فدلوقتي ما فيش، كله سوا سوا. طب وفكرة بقى ان هي يعني معظم تعاملها مع رجالة، ها؟ مثلا هي بتعمل كل سنة معاكم مثلا رجالة، ده اللي بيخليك تبقى خايف عليها شوية؟ لا لا، حتى لما تكون جدعة وماسكة نفسها راجل خلاص، ده من جدعة ما فيش مشاكل عندي. طب والدتها بقى؟ والدتها عادي، هي والدتها رافضة المشوار ده هو. رفض المشوار ده، هو قلت لها خليها يعني. عندتها رفض المشوار ده. قلت لها خليها تشتغل. حتى اللي هي تتعب. لا مش تعبانة شغلها، عندما أصلا صنعة يد كلها يعني، احنا شغالين من الصبح صنعة يد، ما فيش تعب. ما فيش تعب. عندما الواحد ذكي في شغلته وشاطر في شغله خلاص ما يتعبش. ما فيش مشاكل. لسه هنركب نلحم بس. خد انا اللي خد انا اللي لسه بس على اللحام يعني، تظبط لي وانا اللحم على طول. مش مشكلة هي خلاص طلع عيب، اليد بتاعي بتظبط لي. بشكر حضرتك جدا. لا تحت امرك يا فندم، تحت امرك. بس بتتعامل عادي، ما فيش مشاكل ولا مشكلة ولا مشكلة. خد يا منال.
خذي منك خليك مع خمسة شوي. خلينا ايوه طبعا لما بعمل حاجه هي مش شغلانه صعبه ولا حاجه، بس هي عايزه تركيز وعايزه حد يكون مركز فيها بس مش اكتر. تمام. والشغلانه ما بتكونش محتاجه يعني اللي هو فقاقه ولا حاجه، بس هي محتاجه واحد يركز فيها ويكون هو حابب المهنه. انت لو حبيت المهنه خلاص هتكون شاطر فيها وفاهم كل حاجه. طبعا انا عايزه اقول لاي حد ان الشغل مش عيب وحرام، وانا الناس اللي كانت بتقول لي الانتقادات ان انا مش هكون شاطره وكده ومش هوصل، عايزه اقول لهم ان انا بقيت شاطره الحمد لله، وده كله ثم فضل ربنا ثم فضل ابويا عليا طبعا الحمد لله. وانا حاليا بقيت حاجه كويسه، ويعني انا بيعتمد عليا دلوقتي في الصناعه جدا، والناس كتير بتجيني، وطبعا الناس عارفه شغلي، وطبعا الناس عارفه شغلنا سواء انا وابويا. اهم حاجه عندنا في الشغل الضمير والراعي ضمننا في الشغل اهم حاجه. وطبعا لما بتجيلي حد يقول لي مش عارف حاجه دي او كده في الزبون او سواء صنايعي، احنا هنا في الورشه في صنايعي بتيجي ياخد مننا شغل، لما مش عارف حاجه انا بفيده العلبه دي كذا او الحاجه دي كذا، انهي الاحسن وانهي الانضف بفيده فيها. صحيح. كل حاجه في كل حاجه في الورشه انا حافظاها، وكل علبه انا حافظاها في الورشه كل حاجه. طبعا انا ليا النهارده 8 سنين في الورشه، انا اكيد لازم اكون شاطره فيها يعني. اكيد طبعا عايزه اقول ان انا طبعا اكيد واجهتني مواقف صعبه، واكيد كنت بخاف من اللمبه دي في يوم، بس انا طبعا في يوم جيت واتجرأت فيه ان انا اوصل للي انا فيه كده والحم. يعني انا جيت جه يوم واتجرأت فيه ان انا اوصل ان انا الحم كده، بس طبعا اللي هو خد الدين اديله. وجيت في يوم اتجرأت ان انا الحم كده، والحمد لله لحمت وقطعت وبقيت حاجة كويسة فيما بعد. خد ها؟ ايوه طبعا كان حاجة صعبة ما كنتش بعرف فيها اي حاجة، وبعدين فيما بعد لا بقيت ان انا كويسة فيه. وطبعا في الاول ما كنتش بعرف الحم خالص، وكنت بخاف جدا، كنت لما اجي اشغل اللمبة لازم هو يكون موجود جنبي. انا دلوقتي الحمد لله بشغل اللمبة وهو مش موجود، وبعتمد على نفسي وهو مش موجود، وهو بيسافر وبيعتمد عليا بيسيبني هنا. وطبعا انا الحمد لله يعني دلوقتي انا في الاول كنت بخاف، دلوقتي انا الحمد لله مش بخاف، وبابا مديني ثقه، والثقه بتاعت بابا دي مخليني انا اكون شاطره في المهنه. وطبعا ثقه مستر احمد بصراحه حاجه تانية خالص. طب ناويه بقى تشتغلي ايه ان انا فيما بعد؟ طبعا اول حاجه انا نفسي فيها طبعا ان اخش هندسه وكده. تاني حاجه ان انا ان شاء الله باذن الله عايزه المحل بتاعنا ده يكبر ان شاء الله باذن الله. انا وبابا طول ما احنا موجودين ان شاء الله هنكبر الورشه بتاعتنا، وهتكون ورشه حاجه كويسه فيما بعد. تمام. وانا احب اشكر كل حد بيشجعني بجد. تمام. وعايزه اقول للناس اللي هي كانت بتقول لي ان انا مش هوصل انا او انا عمري ما اكون في يوم حاجه كويسه، عايزه اقول انا النهارده حاجه كويسه، والنهارده بابا بيعتمد عليا، وناس كتير بتشكر فيا، والحمد لله سمعتي كويسه الحمد لله يعني. وعايزه اوجه للمستر اللي هو قال لي انا مش هوصل وكده، لان المستر دوت كلمته ليا هي اللي خلتني اصر ان انا اكون حاجه كويسه. وبجد شكرا لحضرتك، شكرا على الكلمه بتاعتك بجد هي اثرت فيا، بس الحمد لله خلتني انا اكون حاجه كويسه. وشكرا للمدرسين اللي كانوا بيشجعوني اللي هو مستر احمد ابو المجد، ومس الهام سعد، ومس هبة، ومس سلمى طبعا بتاعت العلوم اكيد يعني محدش ينساها. بس شكرا لكم بجد، وشكرا لجنى وصفاء ومروه بجد شكرا لكم، وشكرا لبابا اللي هو بيدعمني، شكرا لكم كلكم، وغيداء طبعا وكله، بس شكرا لكم، شكرا لخالتي صابرين طبعا. وانا اكثر استسلام لحضرتك. دي كانت حكايه منال، شكرا لكم على المتابعه، وكنت معكم نتا احمد.